بتعمل ايه؟ مين كان معاك؟ نفذت التفجير ازاي؟ انا مش هتعب، انت اللي هتتعب. واللي انا عايز اعرفه منك هعرفه. سهل على نفسك الحكايه احسن لك. نبدا من اول وجديد. اسمك ايه؟ جمال الجبالي. مش لوكاندا ابو حمق؟ صحصح معايا كده. شوف دي ودي ودي، بوريهم لك بس عشان نعدي الخيبة بتاعت ما حصلش وما كنتش هناك والكلام ده. قولي بقى، تشتغل لحساب مين؟ والقنبلة اللي لقى عليها بصماتك جبتها منين يا جماعة؟ كم واحد معاك في التنظيم ده؟ ودول ما لقيتلهمش صور عندك؟ تسأل عليهم. انت هتستعبط يا روح امك؟ شغال مع مين يالا وكام واحد معاك؟ انت بتتكلم على انا ممكن اموتك وادفنك هنا ولا كلاب الحكومه هتشم لك رم، فاهم؟ تعمل كده لو تقدر. انت عارف ان الصور اللي معاك دي تحميني، والقضيه لازم تتقفل وانت فاهم، وعشان تتقفل لازم حد يشيلها. انت بتتحداني؟ انا بنصحك، الحكايه اكبر منك بكتير وانت فاهم. اسمع كلامي. أدبوه. Thank you.
وقعدت قد ايه بقى؟ ما استحملتش ربع ساعة واتجننت، أرزل تدريب بتاع تنقيط المية ده. ربع ساعة ده أنت ذكر قوي. يا ابني أنا قعدت ساعة وربع لحد ما المية خلصت. ما أنت واخد على الطرقعة. طب اظبط بقى لما أطرقع لك. بقول لك إيه صحيح علي؟ أنا كلمت أبو العزم وخليته يعفيك من سفرية المغرب اللي جاية. عملت كده ليه يا جمال؟ أنا عملت كده ليه يا علي؟ أنت ناسي إن أنت كاتب كتابك كمان أسبوعين؟ العملية كلها 48 ساعة. علي، العملية مش سهلة. العملية خطر يا علي. علشان خطر يبقى أسيبك لوحدك؟ طبعا لا. يا علي احنا في مركب واحدة، لو حصل لك حاجة ذنبك هيفضل طول عمري في رقبتي. تفتكر لو سبتك لوحدك وجرالك انت حاجة هبقى عايش مبسوط؟ انت زي ما قلت احنا في مركب واحد، ما ينفعش حد فينا يسيب التاني، ولا ايه؟ ماشي. صباح الفل يا معلم، ده اللي اتفقنا عليه، ماشي؟ اتفضلي. بالله على السلامة يا عروس. استلم الأمانة يا كبير. شو جوزال؟ أنت أوكي؟ تمام. تشكرت على ايه؟ انت من طرف الباشا الكبير. انت ايه ما بتشوفيش؟ سوري مدام. امشي. حاجه تقرف. انت مش شايفه ان القلق والتوتر اللي انت فيهم دول اوفر شويه؟ كل ده عشان حته طلب استدعى للنيابه؟ فيها ايه؟ لا والله. اعتبريهم يا ستي واحده صاحبتك ما بتحبهاش. قابلتك في النادي صدفة، تقول لك هاي ازيك عاملة ايه؟ ادي كل الحكاية. كومي، الطريقة اللي بتعملها مع الشغالين عندك دي ما تعملهاش معايا. أنت فاهم كويس أوي أنا متضايقة من إيه. وحبيبة قلبي متضايقة ليه؟ أنت ناسي جمال ده كان بالنسبة لي إيه؟ طليقي. ومن سنتين فاتوا. يعني ملهاش أي لازمة إن هما يطلبوني. إلا بقى إذا كانت سيرتي جت في التحقيقات. طبيعي. طبيعي؟ طبعًا. اسمك يا ابني وسنك وحالتك الاجتماعيه. قال لهم مطلق. مين طليقتك؟ فلانه الفلانيه. ادي الحكايه. مش ادي الحكايه. كوم يا حبيبي، الناس دي بتاكل على قفانا عيش. ده اللي انا عايزه افهمه لك. ايوه، ما تبصليش كده. استدعى زي ده لما يجي لي. صحافه تكتب وبرامج تذيع وعلاقه زوجتك كومي بالكنيسه ويومين ويدخل الموضوع عليك، وده اكيد. ورغي بقى يمين وشمال ملهوش لازم. وبعدين انت عارف كويس قوي ده ممكن يعمل ايه. العيار اللي ما يسيبش. قصدك يعني طبعا ملهاش اي 30 لازمه ان هم يستدعوني. بس الظاهر بقى ان في حد قاصد يزقنا فيها ويشوشر علينا وخلاص. طيب سجلي الموضوع ده، انا هتصرف.
سيد هلال. يعني انا عامل معاك واجب في اول مقابله لينا ومش عايز اتقل العيار، تقوم تسول استعباط عليا كده؟ اقسم بالله يا باشا اللي انت بتقولي عليهم دول ما اعرفهمش ولا عمري قابلتهم في حياتي. ماشي ما تعرفهمش، تعرف مين بقى؟ ما اعرفش حد يا باشا. يعني ايه ما تعرفش حد؟ مقطوع من شجره ابو حمك؟ مين التنظيم اللي معاك يالا؟ انا ماليش دعوه باي تنظيم يا باشا. قولي بقى، تعرف واحد اسمه جمال الجبالي؟ لا يا باشا ما اعرفوش. بس هو يعرفك وبيقول انك شريكه. صح ولا يا باشا؟ اللي بتعمله ده مفيش منه فايده. لا ده لازم يكون له فايده. انا رايح الترقيه الجايه شرطه دي السياحه، انت عارف السياحه اوتيلات وشرب ونسوان حلوه، بس عشان اروح لازم اقفل القضيه دي الاول، وانت مجبر تساعدني. ماشي وانا اساعدك واعلمك اول درس، ما تعرفش اللي بتحقق معاه مكان ترقيتك هيكون فين، عشان بعد ما يخرج مننا هيجيبك مكان مطروح. انت بتهددني يالا؟ خالص ده انا بنصحك. شكلها حصلت معاك. وانا غبي ولا ايه؟ علقوا الكلب ده. انا قريت ملفك كله، خساره مكتوب عنك كلام كويس، كان ممكن نبقى اصحاب في يوم من الايام، بس ما ينفعش ان باشا زيي يعرف مجرم زيك، لانك تعر اي حد يعرفك. هي بالمناسبه مراتك كانت تعرف سعد الكومي قبل ما تطلقوا ولا بعدها؟ جيمي ايه يا ابني رحت فين؟ سيبها يا اشرف خليها تعمل شغلها. هو انت تعرفها بجد؟ يلا بقى والنبي يا استاذ الرئيس النيابه طالع مش عايزين مشاكل. ماشي ماشي حاضر يلا ربنا معاك. ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط بارتكابك لحادث تفجير الكنيسه؟ ما حصلش. وما قولك فيما هو منسوب إليك باشتراكك مع عدة عناصر لارتكاب حادث التفجير؟ أنا ماليش علاقة بالموضوع ده. وكاميرات مراقبة الكنيسة من الداخل والخارج اللي بتثبت إنك كنت هناك، وشهادة الشهود اللي بتأكد نفس الكلام. وجودي هناك مش معناه إني ارتكبت الحادث. إيه اللي وداك هناك يا جماعة؟ مفيش حاجة تمنعنا نزور بيت من بيوت ربنا. أنت مسلم ولا مسيحي؟ ليه الأسئلة العنصرية دي بس يا باشا؟ جاوب على قد السؤال. مسلم. طالما مسلم إيه اللي وداك هناك؟ يعني بحس براحة نفسية. ويا ترى بتروح الجامع برضه ولا ما بتحسش بنفس الراحة النفسية؟ لا أكيد بحس بنفس الراحة، أنا بحب أزور كل بيوت ربنا. مسلم وظابط في أمن الدولة وفي كنيسة وقت تفجيرها، مش شايفة غريبة شوية؟ ظابط دي سابقا، لكن دلوقتي يا صاحب شركة سياحة، وزيارة الكنيسة جزء من شغلي. شغلك اللي هو ايه؟ الكنيسة دي مش مزار سياحي، بستكشفها عشان الأفواج السياحية اللي جاية عن طريق شركتي من الخارج، وده سبب الزيارة مش أكتر. ويا ترى بتزور بإيديك فاضية ولا بتاخد معاك زيارة؟ لا مش فاهم السؤال. وبصماتك اللي موجوده على شنطه احتوت على قنبله ما انفجرتش؟ لا دي مش بصماتي. تصور التقرير اثبت انها بصماتك. المحامي بتاعي شكك في نزاهه التقرير ده. دي تقارير منزهه عن اي شبهه تدليس. طب ما سعادتك تقدر تسال راعي الكنيسه والخادم، هما كمان بصماتهم كانت على نفس الشنطه. اللي بتتكلم عنهم دول يا جمال مسكوا الشنطه بطريق الصدفه. وانا كمان مسكتها بطريق الصدفه. وانا اتحدى ان الاهلي قال لي اركنها جنبك. اللي هو مين الحد ده؟ حد ما اعرفوش. شكله ايه الحد ده؟ لا مش فاكر، ما ركزتش في ملامحه قوي. هو اي حد يديك حاجه تاخدها منه على طول؟ بركنها له، مش باخدها منه. ايه علاقتك بالمتهم التاني سيد هلال؟ سيد مين يا فندم؟ سيد هلال. لا سيد هلال انا ما اعرفوش. ما قابلتوش قبل كده؟ ممكن اكون قابلته مره في امن الدوله. بس هو في التحقيق بيقول انه يعرفك من قبل كده. نتيجة ضرب وتعذيب. ضرب وتعذيب. طبعا وانت احسن واحد يكلمنا عن الموضوع ده. قول لي يا جمال، ايه سبب رفضك من جهاز الشرطة؟ قررت تعسفي. بس؟ سيادتك تقدر ترجع لتقرير الوزارة وتتأكد بنفسك.
اتأكدت فعلا وعرفت انه بسبب قسوة في التعامل اثناء التحقيق مع احد المتهمين واللي مات على ايديك. ما حصلش. تقرير طب الشرعي اثبت ان وجود حد في الدورة الدموية. بس انت عارف التقارير دي كانت بتتكتب ازاي؟ تقرير الطب الشرعي منزع عن اي شبهة تدليس. مش كده ولا ايه؟ ما قولك فيما هو منسوب اليك من حيازة ذخائر واسلحة نارية دون ترخيص؟ كلها مترخصة. كلها لحماية الشخصية. الحمد لله. اللهم انت سلام ومنك السلام. الحمد لله. من كتر الضرب حسيت ان انا نسيت الكلام. نسيت انا هنا ليه وبيعملوا فينا كده ليه؟ حسيت في اللحظة ان احنا مش بني ادمين. ازاي البني ادم اللي ربنا كرمه يعملوا فيه كده الكفرة الظلمة؟ بيهتا 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 ما تتكلمش كتير. كلامها يتعبك اكتر ما يريحك. هي فين ضحى دي؟ ده احنا في كابوس. كابوس ايه الجديد يعني؟ طول ما في ضابط اكيد في متهم. زي ما في حد بيتضرب اكيد في حد بيضرب. هي اللعبه كده. انت حظك جه متهم وبيتضرب. مش لما يكون ده باختيارك وبمزاجك. مفيش حد بياخد حاجه غصب عنه. كله باختيارك. اهو كلام. لا مش كلام. اديني قدامك اهو. مرة اخترت اكون ظابط ومرة اخترت اكون هنا. هو انت مين بالظبط يا اخ؟ انا جمال الجبال يا سيدي. جمال؟ على فكرة اخ جمال انا ما قلتش حاجة عنك صدقني. يمكن بس لما كانوا بيضربوني ويغم عليا اكون قلت حاجة كده ولا كده. مش فاكر مش فاكر يا سيدي. ايه ده؟ سامحني يا اخ سامحني. ولا يهمك. حتى لو قلت حاجة مش تفرق وانا مسامحك يا سيدي. عارف يا اخ جمال انا مبسوط وانا هنا معاك. وانا في الزنزانه بتاعتي كان في صوت ميه بينقط طول الوقت. الصوت ده ما بطلش من ساعه ما اتحطيت في الزنزانه لدرجه اني حسيت انه هيخرم دماغي. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. انا حاسس ان انا هموت. ايوه حاسس ان انا هموت صدقني. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هموت يا اخ جمال صدقني هموت. عارف ليه؟ عشان جابوني معاك في الزنزانه هنا. عشان لما اموت يلاقوا حد ينده عليا. مش هتموت. مش هتموت. اللي يخليك تستحمل كل ده يخليك تكمل. لحد امتى بس؟ معرفش بس لازم تستحمل. افتكر اي حاجه تستحق ان انت تعيش عشانها. افتكر حد بيحبك مستنيك ترجع له. ما تستسلمش. اعتبر ان كل ضربه بتقويك وكل ساعه ظلم بتموت. ما تقبلهاش. هو في حد بيرضى الظلم بمزاجه يا اخي جمال؟ لا طبعا. بس في حد بيختار يفضل جواه وحد بيخرج منه. الا قول لي يا اخي جمال هو انت عندك اولاد مش كده؟ ازاي يعني؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اكيد لا. يا جمال يا جمال يا ابني انت فين؟ استني ثانيه واحده. ايوه يا حاج معايا تليفون ثواني. تليفون ايه؟ تعالى يا ابني خلصني. حاضر جاي. طب اقفل ثانيه واحده هكلمك. ايه ده يا حاج انت اتخطفت ولا ايه؟ ما تفكوش يا شبي كده الخطه هتبوظ. الخطه؟ اسمها الخطه يالا. خطه ايه وخطه ايه؟ فك والله انا اللي هبوظ جدتكم الضرب. مش اتفقنا يا جدو ان احنا نخلص الجيم؟ جيم انا اللي هوريك الجيم اللي على اصلي. اجري يا سليم. استنى يا شبي. استنى اجري يا سليم. تعال اجري. تعال تعال. هديته حيل يا ولد الكلب. بقى جاي ما تربطش جدو تاني انت فاهم؟ اه فهموا ان انا معاكم في العصابة ها؟ مش كده؟ حاضر. بص بقى انا وانت وجده ايد واحدة. انا يعني ما حدش فينا يربط التاني.
ولو حد فينا لقى حد مربوط يفكه ويساعده، انت فاهم؟ فاهم، بس ده كان جاي. يبقى نربطه كده وكده. ماشي. الواد يا اخويا ايده عافيه، بسم الله ما شاء الله، طالع لابوه. هذا الشبل يا حاج. ربنا يا ابني يفرحك بيه ويسعد ايامكم الجايه ان شاء الله. تعرف ان ابني اسمه جمال على اسمك؟ هو عنده 3 شهور دلوقتي. ربنا كرمني بيه بعد عذاب سنين. كنت قربت افقد الامل اني بقى لي ذريه على وجه الارض. هما بيضربوني. اتمنيت ما اكونش ابني جه على وش الارض عشان ما اشوفش العذاب والذل اللي ابوه شافه في الدنيا. صلي على النبي. ربنا يخليه لك. بكره يكبر وتشوفه زي الفل. اقول لك على حاجه، انت عارف ان الواد سليم وحشني قوي. حته واد زي القمر، لما نخرج من هنا اخليك تشوفه، هتحبه قوي قوي. بص انا راسم له هنا صوره على الحيطه، بص عامل ازاي. عارف لما هتشوفه هتتمنى ان ابنك يطلع شبهه بالظبط. وحشني من اللذينة. تصاعد أنفاسي إليك عتاب. لا 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 لا. وكل إشاراتي إليك خطاب. معلش يا جيمي، كلنا لعب بقى في حياتك. قوم في حياتك الباقية. مات زعلان عليك طبعا، حاجة تحصل أي أب يشوف ابنه في حالتك كده. يلا هستريح من سيرتك. إيه؟ عامل أعصابك جامدة أوي؟ طيب لما أشوفك هتتحمل لإمتى؟ كنت فاكر اني هريحك الليله عشان حكايه ابوك دي؟ انسى. اياكش ابوك وابنك وعيلتك الوسخه كلها تولع بجاز، انت بتاعي وانا مش هرحمك. أشرف. عم. الحمد لله على السلامة. كده برضه الحركات دي. حركات ايه يا ابني؟ وايه اللي حصل؟ أنا أقول لك اللي حصل يا سيدي. نازلين أنا وأنت مع جمال. بنت محامية كده طالعة راحت بصالك، هوبا لقيناك واقع في الأرض. فين عم رجائي بتاع زمان؟ اللي كان لما يخش الحتة عندنا الحريم تحدف نفسها من البلكونات. نعم أنت وصايا. جمال عامل ايه؟ جمال زي الفل، والنبي ما تقلق عليه. طمنته ان انا كويس. انا قلت لعلي اقول له، والدكتور قال لي ان انت يومين وهتخرج من هنا ان شاء الله. ليه؟ هو انا عندي ايه؟ انا لازم اخرج من هنا حالا. يا عم اهدى والنبي. يا عمي اهدى، الوقعه بس اللي انت وقعتها عملت مشكله بسيطه وهتخرج على طول ان شاء الله. الله المستعان. امال سليم فين؟ سليم في ريال خدته. انا ما كانش قدامي حل تاني يا حاج. هم برضو اشرف. جمال اخوك وسليم ابنه، لو حصل لي حاجه. ايه يا عم الكلام ده؟ مش عايزك تقول الحاجات دي والنبي. اسمعني بس يا اشرف، اسمعني يا ابني. اللي حصل ده كان انذار من ربنا عشان الحق اوصيه. خلي بالك من سليم واسمع الكلام اللي هقوله لك جمال عنه. اللي شفت جمال قول له ابوك راضي عنك وبيدعي لك.
ربنا يفك الكرب وينصره ان شاء الله. مكالمة تسجل وتتسرب لو ايه بتتذاع على الملأ. ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان في حد رصدنا سعادتك. تمام يا علي. عايزك تحدد لي بقى مين بالظبط. حد في شركة الاتصالات رصد المكالمة وباعها للبرنامج. في الحالة دي مش هتكون مكالمة واحدة بس، ده هيكون خط مفتوح. واللي فاتحه هو عارف بيعمل ايه كويس. وده الاحتمال اللي ابعت سيادتك. والأقرب؟ إن جهة سيادية معينة بتصفي حسابات مع سعادتك. وليه ما نقولش يا فندم إنه جمال نفسه؟ هو مش هدد وقال إنه مش هيسكت. جمال يا فندم بيتعامل بسياسة حرق الأرض. يعني بيهد المعبد على الكل. علي جمال كان بيسجل مكالمات؟ معرفش، بس سعادتك ده شيء ممكن ورطه. جمال بيتصرف بذكاء. لو كان بيفكر انه يبقى عنده اي ادله تحميه فعمره ما هيفكر في دليل زي ده وضره اكتر ما ينفعه. البنت اللي اسمها ليلى محكوم مش كانت صاحبته زمان؟ مظبوط يا باشا، وقدمت تقرير سعادتك وقتها بكل تفاصيل الحكايه من وقت ما بدات لحد دخول الدكتور زيتون فيها. دكتور زيتون، برافو عليك يا علي، لأول مرة تفتكر حاجة صح من زمان. البنت دي كانت جارية من جوار الدكتور زيتون. طب بصوا بقى يا عم علي، أنا عايز تقرير متابعة عن أدق تفاصيل حياتها دقيقة بدقيقة. عايزها تحس إنها مرصودة، بس بلاش اختراقات لغاية ما أقول لك، مفهوم؟ تمام سعادتك. وانت بقى يا ابو الشوق عايزك تدور على شركه الاتصالات لان هو ده الاحتمال الوحيد. تمام يا فندم.